فما استقطاب، فما زوز احزاب كبيره استطلاعات الراي ظهر اللي هي في المقدمه في الطليعه، حركه نخلط على استطلاعات الراي خداء تونس، ما نعرفش شنو انت تقييمك هذه استطلاعات الراي وفيه والا شنو توقعاتك؟ النهضه خسرت برشا من شعبيتها والا نداء تونس اسكو ظاهره اعلاميه كما يقولوا جماعه النهضه والا قوه حقيقيه قادره على هذا؟ قراءتي سامبل وقراءه كل تونسي. إذا كان ما تقعش جبهات وتكتلات بتاع العديد من الأحزاب في إطار كتلة ولا كتلتين في مواجهة النهضة، النهضة تربح باس، إذا كان يقع التكتلات النهضة ما تربحش. تكتلات يقع تو نو؟ الموجودة حاليا. ما يلزمش العديد من التكتلات. لا ما فماش حزب وحده. لا فماش. امبوسيبل. ما في الوار بوكو ترافاي لمدة طويلة. علاش؟ رغم أنها النهضة خسرتش جزء من الشعبية نتاعها النهضة حتى من اللي صوتوا لها. لكن ليه التنظيم نتاعها والإمكانيات الموجودة وجودها وقاعد تنجم تخدم سيروتيرا وتحسن الصورة نتاعها وتلمعها وربها. الشيء المفقود عند بقية الحزب. ينجم حزبكم يدخل وقت من الأوقات ممكن؟ إذا كان المصلحة والضرورة ونقول الراجل اللي حب اي ولكن الراجل اللي كنت تحكي عليه حليك وحب يمحقك وحب كذا يمحيك من الوجود يدك في يده في السياسه كان مصلحه البلاد وتعاود تخدم معاه في حكومه اخرى ربما اذا كان مصلحه البلاد والوطن تقتضي ذلك حتى الشيطان تخدم معه تخدم معه يعطيك الصحه على ما كنتش مشحاح في الاعتراف.